يحيى سؤال سريع. ايش مالك؟ دايما مقالبك بشباب شباب شباب، ليه ما تجيب بنات تعمل فيها مقلب؟ لك انت غبي؟ انت كيف تحكي عني غبي؟ لا انت غبي يا ابراهيم، البنت تنجاب تقعد زي الامير تتنن اموت. شو اعمل فيها مقالب؟ شو مالك انت؟ شو تتدلل ما تتدلل؟ مين هي؟ البنت. اي بنت؟ ما اعرفش. انا قاعده مع اخوي. قاعده مع اخوي، شوف وجهك كيف عامل زي الافوكاتو. اي افوكاتو؟ والله عسل انا. عسل عسل. والله لو هسه مرتي هون. مين؟ مرتي مرتي. مرتك مين؟ وعندي ولادي وقالوا لي يا بابا ومرتي تجيب لي نسكافيه واقول لها تحط لك نسكافيه هون؟ شو تقولها؟ احبك. من هون يا سلمه. ولك اخوك ترى الاخ. ترى اخ بلا مخ. المره كل يوم تتجوز مره بس، الاخ ما بيجيك كل يوم. اللي فيها زي ابو عصام لما قتل ابن اخوه. لا ما مش فاهم. يا جماعه عمري 24 وبدي عروس، تمام؟ بحياتي شيء وربك وانا. انا عمري ايش انت؟ عمري 12. شوف البريء، شوف ايش بدك؟ شوف الطول. طب ايش بدك؟ شوف العضل. بدي عروس. عروس مين؟ ها بستحيش يا جماعه، ها بستحيش يا ابراهيم. والله الحق مش عليك. ايش بحيات امك تجوزني يا زلمه؟ بديش اظل قاعد عند عزات يا زلمه كل يوم بعمل فيي مقلب. يا جماعه ايش مين في حدا بصيح؟ لا 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 عادي الجيران. تتجوز ايش يحيى؟ لسه انت طفل. انا لو متجوز ولادي قدك. انت لسه طفل، شو بده يخليه يستوعب بس تاعت ولادي؟ لا قدك. انا شو ولادك؟ دقيقه شوي. المهم لاقولي عروس بسرعه على حالي. لاقولي عروس انا كمان. عروس انا كمان. تتجوز بدك تتجوز بصيري يا زلمه. خلص بكفي يا زلمه، بضل احكي للعالم مبروك يا ابراهيم. خلص بكفي كل يوم بحكي مبروك. ان شاء الله اجوز لي ابراهيم، ان شاء الله. خلص لا تعيط. والله بحب البنات. مش بحب البنات. انا ما بحب البنات. انت ما بتحبين البنات؟ بقص ايدي من هون. كل بتزبط وحده. ولا ولا ما بتزبط. شو عيب ترى؟ والله عيب. ولا انت مش مربى؟ والله لازم تزبطني انت. ما انا ما انا ترى انا مش شفاف. انا مش شفاف. اوعي يا البنات تحبوا هذا. هذا بحب البنات كثير. لا 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 انا زلمه. دقيقه انا زلمه بدي اتجوز بالحلال. ما في. شو شايفني مش مربع احكي مع بنات الناس؟ ولا يا وقح. ولا وقح. بدك تتجوز ولا لا؟ بدك تتجوزني اليوم. اذا مش اليوم بقطع من الدار. طيب خليني احكي لكم صبايا، دوروا لي على عروس. يا ابراهيم فيش حدا حس فيي يا زلمه، حس فيي بشرر. ايش بدك؟ اذا فيش حدا حس فيي بدي اتجوز يا ابراهيم. تعمل يا زلمه انا بعرف البنات بيحبوا السكس باك. طب السكس باك ايش دخل هاي؟ دقيقه شوف العضل. ايش اشوف؟ وين العضل؟ اساعدك. اساعدك تعال شوف العضل. شوف. ايوه زلمه دقيقه يا ابراهيم. ايش عمل؟ وين العضل بالموضوع؟ هسه بتشوف العضل. ايش بتسوي؟ لا عيب عيب. ولا عيب ولا والله عيب. وين السكس باك؟ هاو كرش باك اخو. اي عضل هاي العضل. هاو كرش باك. يا بنات شوفوا هاي العضلات. اشوف العضلات احس. والله في عضل يا جماعة. اشوف لف لف نشوف ظهرك في عضلات. والله عضل انجي الولد. ما بس عشان تعرف. شد حالك عشان اصورك صورة. دقيقة. البنت راف قصة تعال شوف. شوف. والله